بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل فيديو جديد ان شاء الله مع بعض يا حبايبي من قناه 4M. بس قبل ما نعمل اي حاجه ما تنسوش التعليق والاشتراك. خلاص كده يا حبيبتي، احنا جبنا صدور الفراخ وقطعناها، وانا اللي مقطعها على فكره، بس معلش سامحوني ان انا ما قطعتش معاكم. البانيه متقطع جميل خالص اهو ومغسول زي الفل. جبنا 3 بصلات كبار قطعناهم ونعمناهم خالص، اهم حاجه في البانيه البصل الناعم. جبنا البهارات، فلفل اسمر، ملح، كركم عشان يخلي الحاجه صفرة وجميله، ودولت بيضتين. في ناس بتحب تحط البيض، في ناس ما بتحبش تحط البيض، مفيش اي مشاكل. البيض ده يعني اختياري بحسب رغبتك انت. هنجيب، انا طبعا حاطه البانيه في المصفى زي ما حضراتكم شايفين مصفيه عشان اصفي الحاجات اللي فيه. هنجيب بوله كده هنحط فيها البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه بانيه هعمله واحطه في الفريزر، مش هعمل طبعا ده كله، وبعد كده نبقى نسحب براحتنا وهنشوفه برضو هنعمله مع بعض ازاي. هنجيب البصل، بسم الله الرحمن الرحيم. البصل نجيب معلقه كده بصل، هنجيب البهارات، ماشي حبايبي، وجاريت يعني يا جماعه ما نكترش البهارات في الحاجات اللي زي دي، علشان انا عاوزه لما اكل بانيه احس ان انا اكلت بانيه. البهارات ما تضيعش طعم البانيه اللي احنا بناكله. هنحطه زي كده زي ما حضرتكم كده شايفين. طبعا الكركم ده طبعا شكل جميل خالص اهو مع الفلفل الاسمر. خلاص كده يا حبيبي هنجيب البطيخ، ما تخافوش من زفاره البيض، بدل حاطه ملح وحاطه فلفل اسمر البيض مش هيعمل زفاره خالص. هنطقش كده البيض، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ماشي حبيبي. وبعدين ده بيض بلدي برضو مش هيبقى فيه زفاره كتير. خلاص كده، وبرضو هنقلبه كده بالمعلقه، نفك كده كده، معلش فيه قشر بيضه هنطلعها. طبعا احنا دلوقتي ممكن تقول انا مقلله الملح ومقلله الحاجات، انتي لو مقلله الملح ومقلله حاجات احنا هنعوضها دلوقتي في البقسماط اللي احنا طحنينه. هوريكم دلوقتي انا طحنا بقسماط ومنعماه خالص. هنسيب كده البانيه كده براحته خالص يتبل زي ما احنا شايفين كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده احنا بنحطوه بقى في الفريزر وبنسحب على كيفنا. خلاص كده يا حبيبي احنا كده خلاص حطيناه كده على جنب. نيجي للبقسماط زي ما حضراتكم شايفين كده، البقسماط جايباه وطحناه ومنعماه خالص، ونحط دقيق على البقسماط عشان برضو يساعد البقسماط يتماسك في البانيه. يعني اللي قولي مثلا دي ربع البقسماط، وبرضو البهارات اهيت، ملح، كركم، كمون، 7 بهارات، الفلفل الاسمر. هنحطه كده على بعض ونقلب كده، نقلبه كله مع بعضه كده. على فكره بيبقى طعمه جميل خالص يا جماعه، مش عاوز اي حاجه تانية، وانتي حطي التوابل اللي انتي عاوزاها. بس برضو احنا بنقول ما نكترش التوابل علشان انا عاوزه احس ان انا طعم البانيه، طعم البانيه الجميل، مفيش حاجه تغلب على طعمه. خلاص كده يا حبايبي احنا كده زي ما حضرتكم كده شايفين قلبنا كله في بعضه. خلاص كده، ومعلقة شطة برضك عشان يبقى طعمه حلو ويدي نكهة جميلة. وخلاص كده يا حبيبي هنجيب واحدة كده هنحطها في البقسماط اللي احنا عاملينه. معلش بقى هعمل بيدي، سامحوني انه بادي عشان خاطر ايه الواحد يحس بالحاجة اللي هو بيعملها كده كده. احنا طبعا حطينا الدي وحطينا البقسماط، بيساعد الدي على مسك البقسماط في الحاجة كده. خلاص حطينا كيسة على الصينية هنرصه كده مع بعض، ايد بس تاخد من الطبق اللي انت حاطه فيه علشان خاطر ايديكي تبقى نظيفه وجميله كده. نفردها كده ولو حابه تحطي توابل من انت تكوني عارفاها مفيش اي مشاكل، التوابل مش هتقول حاجه، بس انا اهم حاجه ما تكتريش بس ايه في التوابل كده يا حبيبتي كده. تتشرب من البقسماط والدقيق عشان لما تيجي تحمريها عشان يبقى شكلها جميل وحلو زي ما حضراتكم كده شايفين.
على فكرة الصدور دي انا اللي مقطعه، بس انا زعلانة قوي من نفسي ان انا ما صورتش وانا بقطعها. تجيب الصدور تحطيها في الفريزر شوية، يا دوب تتجمد، ما تتجمدش قوي يعني نص تجميد كده، عشان تساعدك على التقطيع وتظبطي وتعرفي تطلعي السمك اللي انت عاوزة تطلعي. خلاص كده يا ماما، هنعمل بقى كده ونرجع مع بعض تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وخلاص كده يا حبايبي، عملناه بالفيجيتار والبقسماط اللي احنا عملناه مع بعض، وهنعبيه دلوقتي في العلبة ديت عشان نحطوه في الفريزر ونسحبه منه براحتنا. هنديه كده، نحطه كده في قعر العلبة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ماشي يا حبايبي. بين الصف والصف هنحطه كيسة، هنجيب كيسة ونحطها عشان لما تيجي تطلعيها متبقاش متعبة ليك، تطلع بسهولة. كده كده، وانت ركي ما طلعتيها وقعتيها بس دقيقه واحده على الرخامه هتلاقيه فك لوحده. كده يا حبيبتي، كده بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده يا حبيبتي، اللي حاطه واحدة كيسة كده نحطها بالطول بالعرض، مش هتفرق معانا. كده كده احنا ايه، تبقى سهله في المطلع. كده يا حبيبتي، هو البانيه كبير، لو انت عاوزه تصغريه ممكن تقسميه اتنين براحتك. برضو بحطين برضو الكيسه كده، وما تنسوناش بقى يا جماعه في الشير واللايك كده، ودعموني كده في الاشتراك عشان ايه يوصل لكم كل جديد، وتشجعوني ان انا اعمل لكم كمان وكمان. كده يا حبيبه قلبي، كده خلاص عملنا البانيه، ممكن نقفلها كده ونحطها في الفريزر، ولما نحب ناخد منها نسحب تاكلهم وتتهنم يا رب. شكرا على متابعتكم معانا.